سلام ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم للبيا. اليوم جيتكم بكيكة، كما راكم تشوفوا كيكة بذوق الشوكولا والكراميل، هايلة بنة ولا أروع، حاجة بنينة، كيكة خفيفة تجي بذوق الكراميل والشوكولا. الكيك تاعنا يجي خفيف، جاتنا كيكة ما شاء الله كما راكم تشوفوا، الحجم كبير، تاكلوا وتوكلوا. تابعوا معنا الفيديو للاخير. اول حاجه درناها حضرنا الكراميل تاعنا، حطينا كميه من السكر حوالي 2 كيسان، 2 كيسان حوالي 200 غرام سكر. خليوه يذوب كما راكم تشوفوا على نار قليله حتى يذوب معنا السكر ويولي لنا بهذه الطريقه، يولي لنا كراميل. لهنا راح نحط نصف ملعقة زبدة، نخليها تغلي، نخلط الزبدة هذيك، نخليه يغلي شوية ونضيف عليه 2 علب تاع كراميل، تاع فلون كراميل اللي يكون جاهز. نضيف 2 علب، نذوق الكراميل ونخلطهم، خلطهم مع هذاك الكراميل تاعي حتى نتحصل على صوص كراميل هايله كما اللي هنا راهو يتشكل معاكم. ما تقلقوا منه ما والو، مع الحراره راح يذوب. كملوا حركوا برك، شوفوا كيف ذاب معانا، شوفوا هايل، نتحصلوا على صوص كراميل هايله. لتحضير الكيك عندنا ربع بيضات، ندير لهم رشه ملح. هذا هو الكاس اللي استعملته، هذا هو الكاس اللي استعملته قبيله في تحضير الكراميل، وهذا هو اللي راح نستعمله في الكيلات تاعي كاملين. حطيت 3 كيسان سكر، قلنا 4 بيضات و3 كيسان سكر، نضربهم مليح بالخلاط الكهربائي. لهنا راه استعملت الباتور باش تجيني الكيكه تاعي خفيفه. نطلع مليح السكر مع البيض، سيطلع لي مليح البيض تاعي. هنا نضيف كاس من الزيت بنفس الكاس اللي كنت نعدت لكم قبيل، زدت نضيف الكاس الثاني، هذا كما راكم تشوفوا بنفس الكاس اللي كينا به السكر، كينا به كامل المكونات، ونعاود نخلط مليح الخليط تاعي بالباتور. وهنا راني نضيف الحليب، ضفت 2 كيسان ونص حليب، ونكمل نضرب بالباتر الخليط هذاك تاعي. كم هنا راني ضفت 2 كيسان ونص حليب دافي، نخلطهم مليح، ضفت ملعقة تاع خل، ولهنا بقاو لي غير النواشف. راح نستعمل 4 كيسان فارينة نفس الكاس اللي كنت كيلت به، وزوج اكياس خميرة الحلويات. وهنا نضيف عليهم 4 ملاعق كبار كاكاو، الكاكاو كل ما كانت الكاكاو نوعية مليحة كل ما كان الذوق راح يجينا ذوق مليح واللون تاع الكاكاو مليح، ونخلط نشيح بهذيك الفارينة والكاكاو اللي كنت حطيتهم وزوج خميرة الحلويات، ونكمل نخلط مليح الكمية كاملة، نخلطها حتى نتحصل على الخليط تاعي. هذا هو الخليط تاع الكيك. بعدها نجيب البلاطو تاعي راح نحط فيه الكيك،
ندهنه بالزيت والفرينة، الفرينة مخلطة بالكاكاو مع الكاكاو باش ما يجيناش ابيض. نكمل ندهن البلاطو تاعي كامل كما قلت لكم بالزيت وفرينة وكاكاو، ومن بعد نفرق كامل الخليط تاع الكيك تاعي في هذاك البلاطو اللي راح نطيب فيه. ونحضر طبقة الشوكولا، نحتاج نصف لتر حليب، قطعة من الشوكولا، ربع ملعقة كاكاو، وربع ملعقة نشا، وزوج كيسان سكر. نخلطهم بارد في بارد، ربع ملعقة نشا وربع ملعقة كاكاو وزوج كيسان سكر. نخلطهم بارد في بارد ونحطهم على النار كي يغليو، نحط عليهم قطعة الشوكولا ونستعملهم كطبقة أخيرة. ولهنا نبدأ ندير في ثقوب في الكيك تاعي كما راكم تشوفوا بهالطريقة. هادو باه نعمرهم بالصوص كراميل اللي عندي اللي كنت حضرتها من قبل. صوص كراميل راح تبرد وراح تتماسك، نعمر بها هاد الثقوب كما راكم تشوفوا. صوص كراميل هايلة جات بنينة. وذقت الكراميل مع الشوكولا في الكيك هذا هايل، جربوه وردوا لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، لانه لاحظت انه بزاف من المتابعين تاع القناة ما همش مشتركين. شوفوا لهنا، من بعد نحط الطبقة الاخيرة من الشوكولا اللي كنت حضرتها. تقدروا تضعفوا الكمية تاع تاع المقادير تاع الشوكولا تاع طبقة الشوكولا هذه باش تكون طبقة سميكة على هكا. شوفوا في الأخير زينتها بهالطريقة بحلوة التزيين. شوفوا بهاد الألوان جات هايلة. ونرش عليها جوز الهند، نواة كوكو. شوفوا المنظر تاعها جا هايل. طبقة الشوكولا راح تتماسك معنا وراح تجي هايلة كما راكم تشوفوا في المنظر تاعها، منظر باهي ويشهي. والذوق ما نحكي لكمش، الذوق تاعها رائع. ذوق الشوكولا مع الكيك تاع الشوكولا والطبقة الأخيرة تاع الشوكولا والكريمة في هذيك الثقوب كي تقصدوها، تشوفوا القطع تاع كي تقسموها قطع راح تلقاو هذاك الكراميل سايح من الداخل، ويجي منظر رائع والذوق ولا اروع. بنه هايله لا تقاوم، جربوا هذه الكيكه. نتمنى ان شاء الله عجبكم الفيديو، وان شاء الله تعجبكم الكيكه كي تجربوها، وتخلوا لي في التعليقات تاعكم. ما تنساوش تدعمونا، تدعموا قناه لالا بايا. وصلنا لاخر الفيديو، نقول لكم تبقوا على خير. سلام.